اون لي زياد، مساء الخير. هذا وين دخلت نفطر، تلاقيت مع الحاجه. هيا الحاجه هنايا، مساء الخير ميمتي. مساء الخير، كيف حالك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله يا ربي، لاباس الحمد لله. لي زياد كاع حطوا لك لي كومونت، على بالي بلي مازال ما شفتيهمش. لا مازال ما شفتش من جيتي. من بعد توريك لا فرونجي باش تشوف لي كومونتير كاع. دعوا لك الله عز وجل. وانت تاني كدعيتي لهم عليهم، دعيت لهم كاع ربي اللي راه طالب شحيه في قلبه الله يكمل له كاع. دعيت لهم ربي عند الكعبه، كل واحد اللي يعطيه صحته يعطيه، واللي باغي دريه ربي يكمل له، واللي عنده دريه الله يسجيها له، واللي خبصته زي الله يقيدها له، ولا يشتيهم والله لا يحلم تماما كاع يوصلوا ان شاء الله هذيك الرحبه. كاع نتمنى لهم ان شاء الله يوصلوا ديك الرحبه، وهذه هي والحمد لله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. كاين اختنا دايره تحط لنا التعليقات، راه معنا ابوني في لاشين تاعنا تاع اليوتيوب، جات جاره تاع بكري، تعرفنا من بكري بتحومه الشيبانيه تاعها الله يرحمها ويسع عليها. جابت نعطيها صحتها، دوك انا نعطيها صحتها، نسلم عليها من هذا المنبر ونقول لها شكرا جزيلا، الله يعطيك صحتك. جات عند الحاجه اليوم، كتبت جابت لها ورده ما شاء الله، لقيتها صحيحتها، وقالت لك عمره مقبوله من عند كاع لي دي زاد. هاي مكتوبه هنايا، صافي دير هذه في خاطر كاع لي دي زاد. الله يعطيكم الصحه، وهي لقيتها صحيحتها، جابت لها ثاني كادو، هاي جابت لها الريحه، جابت لها صويلحات، هاي ما شاء الله عليها، الله يخلف عليها والله يفرحها والله يكملها، ما تتمنى ان شاء الله. الله يحفظها والله يكثر خيرك وبارك الله فيك، شكرا جزيلا. والحاجه كبرت فيها بالبزاف الحمد لله يا ربي، وانا ثاني درك كي تكبر في الحاجه انا ثاني تكبر فيا بالبزاف. دونك الله يعطيك الصحه وبارك الله فيك وشكرا جزيلا. وكما قال لك انتم ثاني الله يعطيكم الصحه، لي ديزاد قال لي حطيتوا لنا التعليقات وكش حاجه، نهار اللي تريح ان شاء الله راح هذا كي جات نهار اللي تريح وكش نعاودوا ان شاء الله يا ربي. كيما مداري نديرو ساعة ساعة ندير لكم كاطو تراديسيونيل ولا ندير لكم حاجة تقليدية ان شاء الله. ودوك من بعد ان شاء الله كاش من نهار كي تريحو كش ثاني كنريحو ندير لكم هي ثاني تحاجينا شوية، تحكي لنا كيفاش فوتت العمرة تاعها وكلش. دونك هادي بغيت نبارطاجيها معكم هذا الفيديو صغيرة. ونعاودو نشكرو اختنا بصودو تاعها عباس، راه كل يوم تحط لنا التعليقات تاعها، والله العظيم حشيتيها لي اليوم خيبتيها لي. هذا كما قال لك فريمون سيت ان كادو كيما بوكو توشي، سيرتو لميمتي كي درتيها كادو كيما راك والله لا كبرت فيها بالبزاف. الله يعطيها صحيحتها، الله يعطيها صحيحتها وكملها ما تتمنى ان شاء الله. امين يا ربي، خلي لهذاك الوليد ان شاء الله، الله يحفظها الله يحفظها ويكبر فيها بزاف، ويكبر فيها بزاف تلحقها ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، امين. هذه هي، الله يحفظكم لي ديزاد، وان شاء الله في فيديوهات اخرى. هذه هي، السلام عليكم لي ديزاد، تشاو تشاو.